بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله وصلت البعثة الزعيم إلى مدينة أبها في السعودية بالأمس. استغرقت الرحلة حوالي 7 ساعات ونص، والحمد لله وصلت بسلامة الله. الاستعدادات أمس طبعا دربنا الفريق في نفس الملعب هذا، واليوم تمارين نفس الملعب. الأمور الفريق الحمد لله كلها طيبة، يعني ما فيش الحمد لله لا إصابات لا شيء. طبعا عندنا زوز رياضيين أحمد كراوة وصالح الطاهر تأخرت تأشيرتهم من الاتحاد العربي، اليوم وصلوا لمدينة جدة، ويعني حوالي الساعة 1 حيكونوا موجودين مع الفريق بإذن الله في الفندق. الأمور الحمد لله الأمور الاستعدادات طيبة، نتمنى إن شاء الله نكونوا في يومنا في مباراة الهلال يوم الخميس الساعة 8، ويعني الحمد لله. طبعا كان رئيس مجلس الإدارة متواصل يعني بالبعثة والاطمئنان على الرحلة، ويعني كل الأمور تمام. أستاذ أسامة المدير الكورة أسامة تليش حتى هو يتصل بينا ويتمنى الفريق، الحمد لله. يعني نتمنى من الله أن يا رب يوفقنا في البطولة العربية، ونود نعطي صورة كويسة للفرق الليبية أن الفريق الأهلي الفريق الوحيد المتواجد في البطولة العربية لأول مرة، يعني أول مرة فريق ليبي يخش المجموعات. الحمد لله، نتمنى نسأل الله التوفيق بإذن الله، نكون في يومنا ونطمن جماهير مدينة إن شاء الله الأهلي بخير.